مرحبا واهلا وسهلا فيكم بمطبخ ويلو كيتشن. اليوم بدي اعمل اكل طيب كثير نباتيه، مسامير الركب برغل على بندوره. حميت الطنجره على النار وبدي احط زيت. انا مقطعه هون بصلتين وسط، رح احطهم فوق هنا. بدي احمر البصل مزبوط. أطيب أكلة هي البرغل على بندورة، أكلة نباتية وصحية 100%. من بعد ما البصلة دبلت شايفين، فيني أحط عليها لحمة مفرومة أنا وأقليها مع اللحمة وأرجع أكملها، بس أنا اليوم رح أعملها نباتية 100% من دون لحم. عندي هون مقطعة شي 4 عروس بندورة وسط، رح أحطهم فوق البصل. بدي اياهم ينطبخوا منيح مع بعض. اكل كتير طيبه، يا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم. انهرست البندوره، يعني ما بيأثر هيك، بدي اياها انا لو انترست بعد اكثر. المهم انا بدي طعمة، رح ازيد عصير بندورة علب معلبة لانه بدي البرغل يطلع احمر. رح ازيد ملح تقريبا معلقة وسط، رح ازيد بهار اسود بس ما هزيد شي تاني، ملح وبهار اسود. ورح اتركهم يغلوا شوي مع بعضهم، بدي ارجع انزل فوق منهم البرغل الناعم المغسول ومش منقوع. من بعد ما غليوا مزبوط، هلا حطيت البرغل المغسل البرغل الناعم فوق منهم وبدي اقليهم مع بعضهم مزبوط. هلا رح زيد فوق منهم المي تقريبا، يعني غمتهم. هيدا البرغل بعكس الرز، الرز لازم يتغطى وليتفلفل، البرغل ما بيتغطى ابدا. هلا رح زيد لهم كمان بودرة الخضار لحتى يعطوا كمان نكهة طيبة، بحطها بتشهي بازت لبعض مي. هيك بزيادة رح زيد تقريبا معلقة أو معلقة ونص كبيرة مرقة الخضار، رح تعطيها طعم كتير مميز. اتركها هيك عم تغلي، كل شوي بدي احركها لحتى يعني كل دقيقتين ثلاثة بحركها عشان ما تلزق لتنشف ميتها مظبوط. هيك خلصت معنا اكلتنا لليوم، البرغل على بندورة بدنا نسكبها بصحن التقديم. وهيك خلص طبقنا لليوم، صحن البرغل على البندورة. شوفوا اروع منظره، ولو تشموا ريحته انتو بس، ريحته بتجنن. أكيد الطعم كمان ولا ألذ، فيكن تاكلوا معه خضرة، كبيس، نعنع وبصل، ونحن بناكله كمان مع اللبن الرايب. إذا عجبكن الفيديو ياريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. تشكركن كتير على المتابعة، وإلى اللقاء بفيديو جديد.